مدريد في الهجوم يحاول مع كرة عرضية لكنها تصطدم في الدفاع وتحولت بعد ذلك إلى ركنية. أحذر يا كاميري، قلت لكم أنه ممكن يجيب العيد اليوم. كاميري يتألق لكن بعض الأخطاء الفردية قاتلة عند كاميري. شوفها مصيبة له على المستوى الشخصي، لن ينام لمدة 3 أيام لو دخل في مرمى هدف في هذه الصورة. وهو الذي صد كرات صعبة وصعبة جدا أمام مهاجمين من طراز عالي في الليغا لسنوات وليس فقط في هذا الموسم. توني يلعب الكرة العرضية بالراس يا ولد، رجل المهمات المستحيلة، نعم القائد الكابيتانو راموس من أجل الفوز، راموس من أجل العودة إلى القمة، يرتقي فوق الجميع، يحب دائما أن يكون في القمة. وضرب راسية رائعة لراموس، شوفه مرة أخرى هرب منهم، هرب راموس، تركوه وعقبهم. يا لها من ضربة راسية رائعة ويا له من راموس، وهدف لريال مدريد. القائد الذي دائما ما كان ملهما لريال مدريد، دائما ما كان مهما في الأوقات الصعبة، ورجل المهمات المستحيلة. نريد الفوز، نريد القمة، نريد الانتصار، نريد أن نحلق عاليا ربما لسان حال راموس. ملقى أمام الهجوم المدريدي، هذه كرة متاحة من جانب توني، كروس على تنفيذ خطأ لمدريد. توني يلعب الكرة العرضية بالرأس والثاني، ليلة الكابيتانو، نعم راموس، وكيف يخسرون ولديهم هذا راموس. ثنائي لي يا راموس وريال مدريد يريد انهاء الشوط الاول، يقترب من نهايته ب 2-0. راموس مره اخرى، هذه المره بالقدم بالراس في الهدف الاول، بالقدم في الثانيه بعد عرضيتها توني، وهدف ثاني لريال مدريد عن طريق راموس اللي كان وحده بدون اي متابعه، بدون اي مضايقه، بدون اي مدافع عليه، وحده تمكن من فعل الكثير اليوم، وحده يسبب مشاكل لمالاغا ويسجل ثنائية. ليلة راموس من أجل عودة نغمة الفوز لريال مدريد، هدفين راموس لا شيء. مالاغا القائد يريد أن يبقى ريال مدريد في أفضل حالاته، يريد إعادة البسمة، يعيد انتشار الفرح. الماضية والعودة بعد ذلك لجهة اليسار، محاولة مرور لمصاعد مالاغا داخل منطقة الجزاء، ونباص لازالت خطيرة لمالاغا، وهدف، هدف أول لمالاغا. نعم فعل أخوان بيه، عودة مهمة لمالاغا في المباراة، رائعة اللقطة الأخيرة، يعودون يسجلون، وفرصة من أجل الحصول على نقطة ثمينة اليوم يا مالاغا في برنابيو. شوفها مرة أخرى من جانب الظهير الأيسر جوانكا، عتب، وبعد ذلك نباص في المرة الأولى. أخوان بي في شباك ريال مدريد، هدف التعادل، هدف أول ليس التعادل، هدف أول لمالاغا، لا زال التعادل بعيد نقول حتى الآن، لأن مالاغا يسجل هدف مقابل هدفين لريال مدريد اللي عليه أن يحذر بعد ذلك من الدقائق القادمة في هذه المباراة.